حبابكم 10 مرة ثانية في الناس والحياة. المادة الدرامية دي حتكون معانا على طول في الناس والحياة بصورة يومية، وفي كل حلقة المادة الدرامية حتناقش واحدة من القضايا الاجتماعية. وهسه انتوا عرفتوا كده انه حبل الكذب قصير وحتتقبضوا في لحظة من اللحظات، تعملوا حسابكم. حبابكم 10 مرة ثانية، ونحن في ضيف على الهواء معنا تجربة اجتماعية وأسرية فيها الكثير من الصبر والمثابرة، وفيها الكثير من العطاء غير المحدود. نحن معنا شاب ووالدته الكريمة. الشاب هو المؤيد حسين محمد، والوالدة أم المؤيد هي الأستاذة إشراقة آدم. نقول لهم صباح الخير عليكم. إشراقة صباح الخير عليك ورمضان كريم. ونحن يعني آسفين إنه في أول يوم صيام غلغلناكم معنا من صباح الرحمن. يعطيك العافية إن شاء الله يا أستاذ، ويعني نشكركم كثير على استضافتكم لنا في قناتكم عامرة. الله يخليك. مؤيد زيك. مؤيد طبعا عنده صعوبة في التحدث قليلا، لكن الصعوبة دي أظنها هتكون عابرة. أيوه. مؤيد كيفك؟ تمام. تمام تمام؟ تمام تمام. الحمد لله. أستاذة إشراقة، أول حاجة يعني الكلام كثير طبعا حول التجربة. نحن كنا بصدد أن نقف على المراكز المختصة بصعوبات التعلم لدى النشأ اللي بيواجه صعوبات في هذا الجانب، سواء كان النطق أو السمع وما شابه ذلك، وذلك مراكز كثيرة جدا. لكن بداية خليني أقف على تجربتك أنت مع مؤيد. يعني منذ متى اكتشفتي انه مؤيد قد يعاني من بعض الصعوبات في النمو الطبيعي؟ في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الحامدين، ونشكر الله شكر الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نهنئ الشعب السوداني بحلول شهر رمضان الكريم، وعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله يا رب. تجربتي مع مؤيد، أنا اكتشفت الإعاقة منذ الولادة. يعني انا يعني لاحظت انه يعني في المنطقه بتاعت يعني انا ام والده قبل مؤيد طفلين، يعني من ملاحظتي لاحظت انه في المنطقه بتاعت اليافوخ دي فيها ارتفاع قليل، وفي تلون يعني تلونات كده في الجلد. ذهبت لمؤيد للطبيب المختص، ووضحوا انه عنده التهاب في جهه ما. بعد التحاليل وكان في يعني في الفتره دي كان في موجات صوتيه. طيب. عمول الموجات الصوتيه ادوه يعني اتخذوا معه الاجراءات اللازمه والعلاج اللازم. بقى كل ما مؤيد ماشي متطور، انا متابعه مع اخصائي دكتور عبد المنعم بارنقه. طيب. يعني كان هو المرجعيه لنا لمؤيد. لاحظت انه مؤيد ده العضلات بتاعته كلها مجمعه في منطقه. والدكتور وجهنا للعلاج الطبيعي، عملنا له 36 جلسه. جميل. بعد 36 جلسه بدا يستجيب، لكن كان شنو نموه بطيء وحركته بطيئه، بدا يعني فتره المشي بتاعه ما زي الاطفال الطبيعيين. مشى في كم؟ مشى تقريبا في سنتين وزياده، وزياده زي 3-4 شهور. وفتره الكلام كان في نفس الرج، يعني في نفس الزمن ده سنتين وزي نص كده، سنتين ونص 3 سنوات، بدا ينطق زي 3 كلمات. حولوني المنطقه المركز السوداني للسمع، عملوا له جلسات بتاع التنطيق. بعديها دخلناه الروضه عاديه مع الاطفال. الجلسات دي نفعت لي درجه؟ نفعت، يعني بدا يتكلم. لكن في حروف ما ظهر، كان في حروف هاي بس ما واضحه. فيها يعني زي دمج كده ده مخلوطه. بعد ما دخل الروضه واختلط بالاطفال، بدا شنو مستوى الكلام يتحسن، يعني يتحسن حبه حبه، لحد ما دخلناه المدرسه، مدرسه عاديه ما في دمج. طيب. يلا المدرسه بقت شنو بقت مشكلتنا التعامل بتاع المعلمين مع ذوي الاعاقه، لان اصلا احنا الاعاقه. لكن هل كانوا هم عارفين انه هو من ذوي الاعاقه؟ معروف لهم. لكن بقت شنو الاعاقه ذاتها هي يعني، معلش انا اخش لك في حته ثانيه، الاعاقه هي ما انواع. ايوه. تقريبا 3، الذهنيه والبصريه الصم والبكم. مؤيد مصنف من الاعاقه الذهنيه الفكريه. عنده صعوبات. صعوبات شنو؟ في جزء معين يعني. ما كليا.
يعني يمكن مؤيد ما بيقدر يكتب يجمع الحروف عشان يكتب له كلمات كاملة، لكن بيقدر يحفظ، بيحفظ وبيقدر ينقل. طيب احنا لو ديناه قطعة ممكن ينقلها وحفظ. طيب هل كونك انت طلعتيه من المدرسة وديتيه مركز، ايوه، هل ده السبب المباشر فيه تعامل المعلمين؟ عشان برضو دي نقطة مهمة نلفت انتباه المجتمع، لأنه يعني المعلمين ديل ذاتهم حقه يراعوا للظروف المختلفة للطلاب. ايوه، في لان تعامل المعلم العادي ما 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 زول ما مختص، نعم، بذوي الاعاقه، نعم، ذوي الاعاقه يعني المختصين بهم ناس التربيه الخاصه بيقدر يتعاملوا معاهم. يعني الحمد لله انا حولته مركز امنيه والله وبكل امانه، ولهم كل الشكر ونهدي لهم نجاح مؤيد. يعني هسه حاليا مؤيد من المتفوقين، احرز 256 ما شاء الله. الفضل ده كله يرجع لدكتورة ابتسام واستاذة عائشة واستاذة منال واستاذة ولاء واستاذة عوضية، يعني كانوا بمثابة الأم. يا سلام. ما معلمات يعني، أي نعم ده عملهم وعن صميم عملهم، لكن برضه في جانب بتاع الحنان حق الأسرة ده، ده جانبنا عن إحنا، يعني كنا شنو كأسرة واحدة متكاملين. قد يكون لهم يعني انا بعرف انه في التعليم المدرسه بتدي 40%، الاسره بتدي 60%، انا اقدر اقول انه مركز امنيه ادانا 90%، احنا كملنا 10%. جميل جميل جميل. طيب هو مركز امنيه مركز متخصص، والتغييرات اللي حصلت على مؤيد منذ التحاقه بالمركز شنو؟ في ملاحظاتك انت؟ في ملاحظاتي مؤيد كان مشيه ما محتدث، يعني كان عنده حبة ارتخاء في جسمه. إذا عدل في علاج طبيعي، ما بعلاج طبيعي بيهم هم، يعني كان شنو شغل نفسي واشتراكهم له في شغل المعهد، لأنه مؤيد تقريبا ابن المعهد الأول في يعني الدفعة اللي امتحنت هسه في الضامنة دي، كانوا بيشاركوا معه في كل الأعمال. يعني على حد قولهم هم بيقولوا مؤيد يعني الطفل البقع بيرفعه. يا سلام. ونحن الحاجه المحتاجين لها في تهيئه المركز كان بيعيننا مؤيد. يا سلام. يلا بكده شنو يعني بالحركه اندمج، يعني اندمج ايوه بالحركه، وناي عضلاته شنو اتشدد. أيوة. بالعمل. طيب جميل. يعني مؤيد المعهد كيف؟ تمام. ومنال كيف؟ كويسة. وانت كنت مبسوط بالمعهد؟ مبسوط. والنتيجة؟ كويسة. كنت الامتحانات كويسة؟ كويسة. هسا يعني هسا انت مبسوط جدا؟ مبسوط. هترجع المعهد تاني؟ ترجع المعهد تاني؟ جميل. مؤيد ظاهر عليه انه راضي تماما عن المعهد. و الحاجات برضو من الحياة المهمة جدا إنه المراكز دي دائما دائما ما تشتكي من عدم الاهتمام. لو أنت دخلتي مركز أمنية وشفتي الإدارة شغالة كيف والطلاب هم عندهم محتاجين لاهتمام خاص شغالين كيف، وده بالتأكيد مجهود إضافي بيبذلوه، يعني مجهود كبير لأنه ده ما وضع طبيعي، ولذلك بتحسي إنه هم محتاجين لحاجات كثيرة جدا. انت من واقع متابعتك لمؤيد ورؤيتك شنو في المراكز دي والنموذج اللي قدامنا مركز امنيه؟ والله يعني المراكز انا بلقى فيها يعني من التماسي وعلاقتي بهم، مش مركز امنيه بس، يعني انا احتكيت بمركز ثاني يعني لقيت فيهم كل الاهتمام، ما في مركز ما فيه، يعني لقيتهم هم المعين للطفل. جميل. يعني الطفل المتوحد معينين له، ذوي الاعاقه الفكريه معينين له، ذوي الاعاقه الحركيه معينين له، يعني هم ساعدوا في تنميه الافكار، بيساعدوا زي الناس الاعاقه الذهنيه امثال مؤيد ساعدوهم في تنميه افكارهم، والاعاقه الحركيه يعني انا لاحظت انهم بشيلن، يعني في مجهود ما حقهم يشيلن ويخطن، ويعني تعامل يعني نقدر نقول إنساني. عليه مثالي. والإنسانية هي دافعاهم يعني. أيوة الإنسانية دافعاهم. نحن مشكلتنا يعني معلش أنا هطلع لك حبة، مشكلتنا إحنا مش في المعاهد، مشكلتنا في النظرة العامة لذوي الصعوبات. إحنا عايزين نفهم يعني المجتمع إنه الطالب أو الطفل
ذو الصعوبات أو الإعاقة الذهنية هو إنسان كامل بتكوينه، بنرجو إنه من المجتمع يتعامل معه بكونه إنساني. يعني في مش كل المجتمع، عشان ما نظلمه، في بعض من المجتمع بينظر لذوي الإعاقة نظرة دونية، بينظر لهم إنهم ناقص. يعني أنا عندي في نموذج شفته هسه يوم 2/5 جاية من المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز، والله يعني ما أقول إلا الحق، لقيت يعني فرد متلازم الداون شغال في المطار. ما شاء الله. نحن ليه ما نبقى زي المجتمع؟ ممكن يكون شخص إيجابي. ممكن يكون شخص إيجابي. ممكن نستفيد من قدراته في أي جزء من في الحياة. أيوة. فرد طبيعي من أفراد المجتمع. أنت كنت متوقع إنه مؤيد حيتفوق وحيجيب 256؟ كنت متوقع أكثر. يا أخي. والله. من خلال شنو؟ مؤشرات شنو؟ مؤيد بيتقبل سرعة وكان عنده الرغبة. يعني انا واستاذ عوضية دفعنا فيه الامل وحفزته. قلت له يا مؤيد اذا تفوقت انا حسفرك. وسفرتيه؟ وسفرته. مشيت سافرنا المملكه العربيه السعوديه. السفر كيف؟ تمام. طياره تمام؟ تمام. مؤيد يعني وفيت بوعدك؟ وفيت بالتزام بوعدي. اها. يعني لما انت كنت متوقع انه يحرز اكثر من كذا، قلت انت في مؤشرات بعينه في مستواه وفي طريقة استيعابه بتشير لأنه هو ممكن يتفوق. أيوة. يبقى الزول اللي عنده صعوبات ده ما حق الناس تفقد الأمل فيه بأي حال من الأحوال. أيوة. طيب أنت هسا كيف قاعد تخططي لمستقبل المؤيد؟ بالنسبة لتخطيطي لمستقبل المؤيد أنا قعدت زيه وزي أخوانه، أنا يعني زول ديمقراطية. ما قاعد ألزم أولادي في ميول. يعني عنده ولدي الكبير ملازم في شرطة. ما شاء الله. هو ده اختياره. عندي بنتي طبيبة ده اختياره. ما شاء الله. بالنسبة لمؤيد قعدته ووريته إنه في تعليم أكاديمي وفي تعليم مهني. وضحت له الجانب الأكاديمي بيشمل كده وكده والجانب المهني بيشمل كده. لقيت اختياره مهني لأنه أصلا بحب رغبته. رغبته لأنه أصلا مؤيد عنده موهبة النحت. اكتشفت إنه بينحت على الدوم. وبيرسم. جميل. يعني هي ما ظهرت من بدري ولا مؤخرا بعد المركز؟ بعد المركز. أول موهبة لاحظتيها في الرسم. وأنت يعني قلت له أرسم ولا لقيتيه وبراه هو قاعد يرسم؟ لقيته منزوي براه وعنده سبورة. لقيته ساحل له طباشير وبيرسم بأصابعه دي بالإبهام. يعني لاحظت إنها رسمة جميلة. يا سلام. لكن بس في شنو؟ حبة من الملل. يعني قد يكون ده سابق خسارة لأنه احتدل. يعني إن شاء الله هشوف المراكز المختصة، يعني زي مركز الشباب هو عايز ما إلا البلجيكية. البلجيكية. أيوة. لكن قصر الشباب والأطفال يعني في موهبة الرسم ممكن أوديه ينمو له الموهبة دي. نعم. المهارات. نعم. أما بالنسبة للبلجيكية هسه هو بيقول إحنا مشينا البلجيكية وسألتها يلا كل الجهات التعليمية المؤسسات التعليمية بيحترضوا على صعوبات. يقول لك احنا ما بنقبل صعوبات. ليه؟ عشان الفوارق العمرية الكمية. احنا في فوارق كمية، لكن اذا قارنا بالطفل الفوارق الذهنية بالطفل العادي هسه ممتحن ما في فوارق في التفكير. يعني انا بناشد عبركم يعني استسمحكم. في فوارق في شنو لو ما في فوارق في التفكير وفي التنفيذ وفي الاستيعاب؟ لا، ما هو عنده تأخر عمري. يلا التأخر العمري ده مؤيد عنده تأخر 4 سنوات. موازي بالنسبة للناس اللي امتحنوا العام هسه. نعم. يعني أنا عمريا موازيون. عمريا موازيون. لكن فكريا موازيون. لكن عمريا أكبر. المدارس بتجيب على الحتة العمرية. ما بيراعي الحتة الفكرية. طيب. يعني صح هي إذا كانت فكرية بتأثر في الأطفال الأصغر منه. لكن طالما ما فكرية وطالما هو صعوبات يعني ذوي الاحتياجات، أنا بفتكر إنهم طالما إنه التربية والتعليم والرعاية الاجتماعية أدوهم الفرصة بتاعت الامتحان، جلوس للامتحان وأحرزوا التفوق، ده نسبة نجاحهم 100%. معناهم قادرين على أن يواجهوا مع الأطفال الطبيعيين. بتمنى إنه يعني من ذوي الاختصاص الفوارق العمرية دي تزال عشان يلقوا حقهم من التعليم.
انا حاليا مؤيد احرز المجموع ده، لكن اذا الدوله ما اقرت ما حاقدر اعلمه، حاضطر اوديه ما حد مهني عادي يتعلم له حرفه، لكن ما حيقدر يواصل الجامعه. وفي انا شفت بعين نماذج يعني زي اللي قلت عليك دي، ما في شيء بتمنع انه يقرا، حقه يقرا حسب قدراته، حسب قدراته تتاح له الفرصه في انه يلتحق بالمدارس النظاميه. ايوه جميل. وانا زوله اداريه ويعني درست عندي ماجستير بتاع اداره، وفي دراستي عرفت انه في مفكرين خريجين مدرسه الحياه ما متعلمين ولا انتظموا في بلد. ولا انتظموا، فما بالك وضعوا بصمتهم في الحياه، وضعوا بصمتهم في الحياه. وبعدين دليل على انه مؤيد صاحب مواهب كبيره وصاحب قدرات عقليه كبيره، باعتبار انه هو قدر يعني يتفوق ويجي اول المركز. ايوه، وربما متفوق على اخرين. ايوه يعني مشوا في نعم. في درب طبيعي. نعم نحن يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى انه يقويك ومزيد من التوفيق والنجاح لك يا مؤيد، وان شاء الله نسمع عنك اخبار حلوه وتخش البلجيكيه وتبقى رسام كبير، ولو حاجتك تجيبها لنا هنا في قناه الجرمان ان شاء الله. موافق؟ موافق. يا سلام عليك. شكرا لك الاستاذه الام الرؤومه الرحيمه الاستاذه ام